إذن ومشاهدينا نعرج في هذا العرض حول التوقعات للاستثمارات الإيرانية وأيضا الاستثمارات الأجنبية التي ستدخل إيران بعد رفع العقوبات وبعد مرور 36 عاما إذن في عقوبات كانت قد أثرت كثيرا على الاقتصاد الإيراني. لنعرج قليلا على البيانات الاقتصادية الحالية للاقتصاد الإيراني. بطبيعة الأحوال بالنسبة للإنتاج النفطي هو يتجاوز قليلا 3 ملايين و300 ألف برميل يوميا والإنتاج النفطي. وبالنسبة للاستثمارات الخارجية الإيرانية هي بحدود 4.5 مليار دولار وهي مرجحة طبعا للارتفاع بشكل قوي لاحقا مع إزالة العقوبات. وبطبيعة الحال بالنسبة للنمو الاقتصادي حاليا في 2015 كان قد اقترب من 0.6%، ولكن الناتج المحلي الإجمالي إذن مع نسب نمو بحدود 0.6% هي بحدود 415 مليار دولار أمريكي. لكن لنذهب إلى وضع العقوبات. طبعا هذه العقوبات كانت متدرجة وهناك عقوبات طالت الكثير من أصول البنك المركزي الإيراني إضافة إلى أشخاص معتبرين في الحكومة الإيرانية. طبعا هذه العقوبات تشمل أو تم حجز حوالي 100 مليار دولار. ما تم الإفراج عنه كدفعة أولى هو بحدود 32 مليار دولار، وهذا سوف يكون يعني بطبيعة الحال له تأثيرات في إعادة ضخها في الاقتصاد الإيراني. كان هناك توقعات متفائلة لروحاني أمام البرلمان وقال بأنه يأمل بأن يعود الإنتاج النفطي الإيراني لأن يزداد التعويل إذن على زيادته بأكثر أو إلى بأكثر من 2 مليوني برميل. طبعا الإنتاج الحالي هو 3 ملايين و300 ألف برميل، إذن هو يتوقع أن يصل إلى فوق إذن أو أن يتجاوز 2 مليوني برميل حاليا. الطاقة التي قالوا أن إيران قد تكشف عنها فيما يتعلق بالإنتاج النفطي قد تتجاوز 500 ألف برميل. فيما يتعلق بنمو اقتصاد إذن حتى 2015 هو ما فوق 4%، وذلك حسب توقعات روحاني، وأيضا بأن هناك ستكون استثمارات بحدود 50 مليار دولار. هذه 50 مليار دولار سوف تتوزع إذن في السنوات القادمة. لنعد أيضا للاتفاقيات التي تمت خصوصا مع هذه الزيارات التي قام بها الروحاني إذن لبعض الدول منها الصين، ويتوقع أن يعول كثيرا على هذه الاتفاقيات وأنها ستزداد بعشرة أضعاف ما هي عليه حاليا، وقد تصل حجم التبادلات التجارية إلى حدود 600 مليار دولار، وهي أرقام قوية. فيما يتعلق أيضا باتفاقيات مع الجانب الأوروبي بإيطاليا على سبيل المثال، إذن اتفاقيات بحدود 17 مليار دولار متوقع مع هذه الشركات، وأيضا بنى تحتية متوقع أن يتم توقيعها مع شركة سيمنز خصوصا في البنى التحتية، وأيضا بالنسبة لإنشاء السكك الحديدية. لكن فيما يتعلق أيضا بقطاع الطيران، ولاحظنا هذا التتابع بالنسبة للأخبار بأن إيران سوف توقع إذن أكثر من مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص لتزويدها ب 114 طائرة. أيضا قيل بأن هناك إمكانية أن تذهب إلى بوينغ وتطلب منها حوالي 100 طائرة. ماذا عن رفع إذن بعد رفع العقوبات؟ هناك الكثير طبعا من الأمور على إيران أن تبدأ بها، وهي إنشاء صندوق للاستثمار في البورصة في بورصة طهران في لندن. قيمة هذا الصندوق إذن هي بحدود 100 مليون يورو. بطبيعة الأحوال بالنسبة لبورصة إيران، ما هو الحجم السوقي لها؟ هي بحدود 90 مليار دولار، وهي تتشكل أو تتألف من 340 شركة. بالنسبة أيضا طبعا التحديات التي تواجه حاليا ربما النظرة الغربية أو النظرة الأجنبية للتواجد في السوق الإيرانية، إذا من هو سيكون الرئيس القادم باعتبار أن إيران مقبلة على انتخابات رئاسية في شهر فبراير شباط القادم؟ أيضا هناك ضعف في الثقة تلوح في الأجواء. هل من الممكن لإيران أن تلتزم بشكل طويل بهذه الاتفاقيات، أم أنها ستعود ربما لتنقض هذه الاتفاقيات؟ وأيضا مخاوف المستثمرين في مدى التزام طبعا إيران بهذه الاتفاقيات، وكثيرا من الشركات والمصارف الأوروبية يبدو أنها لم يعني تتريث في بدء الاستثمار في هذا البلد. ولكن فيما يتعلق بحجم الاستثمارات المتوقعة بنهاية هذا العام، هي متوقعة بحدود 1 مليار دولار. وبطبيعة الحال قبل الذهاب إلى هذه يعني إلى عملية التفعيل أكثر للاستثمارات الأجنبية على المصارف
المصارف الإيرانية أيضا أن تبدأ بتفعيل نظام السويفت عالميا حتى تستطيع طبعا هذه الاستثمارات أن تجد لها ملاذات آمنة وطريقة للدخول والخروج من هذا البلد.